احنا النهارده واقفين قدام الجواف الفرنساوي او الجواف الفراوله. زي ما احنا شايفين دي الثمار بتاعتها، احنا جبناها مصر من 7 سنين عباره عن ثمار، عملنا اكصال ليها بالبذره داخل المشات اللي عندنا وابتدينا نزرعها كامهات. زي ما انت دي اول امهات طرحت عندنا في المشتل. زي ما انتم شايفين الثمار بتاعتها انتاجنا المصري، زيرو ارجاء يعني زيرو هرمونات، ما عندناش اي رش، يعني احنا زيرو تسميد زيرو رش، كل حاجاتنا طبيعيه اورجانيك زي ما انتم شايفين كده. وده بيدل الكلام اللي يخليكم تصدقوا ان الثمار كلها حجمها صغير، يعني هي اصلا حجمها صغير بس المفروض تكبر لو هي بتاخد رش وتسميد، وهي بتدنها معانا شهرين كمان لان احنا ما بنرشهاش. شجره الجوافه الفرنساوي دي منشاها بيقال فراوله ويقال فرنسا وبيقال اللي هي اسمها فراوله هندي. هي فوائدها ايه بقى؟ الجوافه الفرنساوي 20 ضعف فيتامين سي اللي موجود في البرتقال والموالح والليمون والكلام. شجره الجوافه الفرنساوي هي نوع جديد من الفاكهه، والكيلو بتاعها في المزارع بيطلع جمله ب 125 جنيه. استثمار جيد للناس اللي بتزرع في الصحراء. كيلو الجوافه لما يطلع ب 125 جنيه مقارنه باغلى كيلو فاكهه، وفاكهه سريعه وبتطرح كميات رهيبه زي كده، يبقى بنقول للناس انتاجيه الشجره تتعدى ال 50 كيلو. فاحنا بنقول النهارده 50 كيلو في 120 جنيه، احنا معانا رقم، معانا دراسه جدوى نقدر. ومسافات زراعتها ضيقه، ما بتزرعش على مسافات واسعه لانها هي قزميه ما بتعلاش. دي بنزرعها في البلكونات وبنزرعها في بزرعه قصح، بيزرعوها في البراميل. وزي ما احنا شايفين الثمار كده يا فندم، كاميرا كده، وهي صنف منتشر وابتدى ينتشر وناس كتير زرعته في البيوت. سعر الشتلات عندنا 50 جنيه لعمر سنه ونص. عمر الشجر زي بقيه الاشجار وبتتحمل اكتر من الجوافه المصريه بتاعتنا، لان يعني الاصل بتاعها اقوى وعنده مناعه ضد الامراض الجذريه اللي بتحصل للجوافه زي اللي حصلت في البحيره السنين اللي فاتت.